اهلا وسهلا يا احبابي. اليوم جبت لكم وصفه بتصير لرمضان، بتصير على الافطار، بتصير على السحور، وهي السيالات. السيالات انا بجيبهم جاهزات كالتالي. نحن بنجيبهم جاهزات، في منهم مسوون بالبيت. رح اقليهم بالطريقه هي. اول شيء بحط سمنه، بعدين بحطها لا تتحمص، وبرجع بحط لها علود سمن حيواني. بتحبوا تحطوا سمن نباتي، تحطوا زيت، بتحبوا تحطوا زبدة. أنا رح أقليها بهاي الطريقة لوقت ما تتحمص وتتأمر. وهلا رح أقلبها بهاي الطريقة، وهلا رح أشيلها أحطها على صحن وأحط لها، رح أرش لها سكر الكمية اللي انتو بتحبوها، يعني بتريدوا تقللوا بتريدوا تكتروا بهاي الطريقة. وبعدها نرش القرفة، وبعدها رح احط لها جوز هاد خياري. وهلا رح الفها بهاي الطريقة واسمه، وهالطريقه قليت الكميه اللي بدي اياها، منهم بجوز منهم بلا جوز. وهدول كليجات 15 شعبان ما بصير بلاهون، امبارح كنا صايمين وصار موسى. لا تنسوني من اللايك، وكل عام انتم بخير. انتظرونا بوصفات رمضان تجهيزاتهم. كل عام وانتم بخير. باي باي.